عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعن تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع ارتباطا بماذا كنا وكيف أصبحنا. أرحب بضيفي داخل الاستوديو دكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار. أهم بحضرتك منورنا دكتور. كيف قرأت النهاردة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ يعني الحقيقة الإعلان النهاردة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استكمال لشعار كبير جدا رفعه سيادة الرئيس في خطاب توليه لفترة الرئاسة الثانية وهو بناء الإنسان المصري. الحقيقة ده مش منفصل أبدا. النهاردة إعلان الاستراتيجية هو تجسيد حقيقي وتنفيذ واقعي لهذا الشعار وهذا العنوان العريض للعمل الوطني. لو شفنا يمكن حضرتك أشرت في الفقرات السابقة أو في استعراضك لبعض جوانب هذه الاستراتيجية لأن احنا فعلا بننطلق من أرض صلبة. الحقيقة هذه الاستراتيجية هي استكمال لخطوات سبقت بها الدولة المصرية دولة 30 يونيو على مسار حقوق الإنسان. حقوق الإنسان علشان كل المشاهدين يبقوا معانا وفاهمين يعني إيه حقوق الإنسان. حقوق الإنسان هي كل ما يمت لحياة الإنسان بصلة من أول ما بيتولد ويمكن حتى كمان قبل ما بيتولد إلى أن يتوفاه الله وحتى بعد ما يتوفاه الله إنه فكرة الرعاية ما بعد الموت إنه عدم التمثيل بالجثة أو غيره. فبالتالي كل حياة الإنسان هي منظومة حقوق إنسان. عندما تقوم الدولة بالرعاية الصحية بالرعاية فيما يتعلق بالإسكان بالتعليم بتوفير المأكل المشرب توفير الطرق توفير الحياة الكريمة الخدمات هذه كلها حقوق إنسان. حرية الرأي والتعبير، حرية التجمع، تكوين الأحزاب، تكوين الصحف، إصدار وسائل الإعلام، حرية وسائل الإعلام، حرية الوصول إلى المعلومات، هذه كلها حقوق إنسان. حرية الدينية، التسامح الديني، عدم التمييز، عدم التنمر، عدم العنصرية، إعلاء قيم المساواة وعدم التمييز، هذه كلها حقوق إنسان. وبالتالي النهاردة نحن أمام لحظة فارقة. الحقيقة الدولة المصرية بتلزم نفسها وبتفرض على نفسها استراتيجية واضحة للتعامل مع حقوق الإنسان. لدينا بنود واضحة لحقوق الإنسان في الدستور في كثير من القوانين والتشريعات المصرية، لكن الحقيقة النهاردة نحن أمام خطة عمل تطبيقية الدولة بتلزم نفسها من 2021 إلى 2026 باجتياز بعض المشاريع وبتحقيق بعض الإنجازات التي ستعلي من قيمة حقوق الإنسان. ووفقا للبنود الأربعة أو المسارات الأربعة اللي حددتها الاستراتيجية سيتم التركيز على هذه البنود وسيتم استيفاء بعض المشروعات الضرورية في هذه المسارات علشان مصر تبقى مواكبة للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان اللي بالمناسبة زي ما سيادة الرئيس قال مصر كانت من أكثر الدول وأكثرها عراقة إسهاما في الجهد الدولي في حقوق الإنسان. دكتور محمود عزمي كان واحد من أشهر أو كان هو أحد من صاغوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة سنة 48. احنا بنتكلم على دولة عريقة دولة لها تاريخ في دعم حقوق الإنسان. مصر من أكثر الدول تصديقا على مواثيق حقوق الإنسان. مصر من أكثر الدول التزاما باتفاقياتها وتعهداتها الدولية في حقوق الإنسان. وبالتالي النهاردة الدولة المصرية دولة 30 يونيو بتضيف إلى هذا الجهد خطوة جديدة إضافة جديدة بتقول أنا بلزم نفسي من خلال اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالتنسيق بين الوزارات المختلفة بالعمل مع المجتمع المدني بالتعامل مع كل الأطراف المعنية علشان نوصل كلنا إلى خطوات تضيف إلى جهد الدولة في احترام وتعزيز حقوق الإنسان. إمتى نقول إن إحنا قدرنا نقفل على كل الأعداء اللي دايما لما بيجوا ما يلاقولناش اي غلطه اقول لك اصل حقوق الانسان اصلا امتى؟ طيب خليني بس اقول لك الاول انه ما فيش دوله في العالم بما فيها الدول اللي بتضع نفسها في مقدمه الدول الراعيه لحقوق الانسان ليس عليها ملاحظات بما فيها الولايات المتحده الامريكيه. شفنا مثلا الولايات المتحده الامريكيه اللي بتنصب نفسها راعيه لحقوق الانسان في العالم وتدخلت في اكثر من دوله تحت زعم وتحت غطاء حقوق الانسان. والنهارده اذا كنا بنحتفل بمرور 20 سنه على احداث 11 سبتمبر فما ننساش أن غزو أفغانستان وغزو العراق تم تحت مظلة فكرة حماية حقوق الإنسان. ومع ذلك الولايات المتحدة نفسها شفنا السنة اللي فاتت على سبيل المثال الأزمة بتاعة جورج فلويد لما تم الاعتداء على مواطن ملون وتم قتله أمام الجمهور بشكل يعني فج وما خفي كان أعظم والله يعني بيجي والعنصرية غير عادية. اللي بتمارس في اتجاه طبقات مهمشة في المجتمع الأمريكي